هيئة الأرصاد. زي ما انتم شايفين النهارده طبعا الدنيا حر شويه عن الايام اللي فاتت، ربما يكون دي يعني زي ما احنا بنقول كده موجه حر بتضرب القاهره بل مصر كلها، لكن خلينا نقول ان موجه الحر دي ربما تكون بتضرب العالم العربي كله. في كمان على مستوى العالم موجه حر بتضرب مثلا الهند، موجه الحر مثلا بتضرب العديد من الدول. هرصد معاكم موجات الحر خاصه ابرزها على مستوى العالم، لكن بالنسبه لنا احنا بتتوقع هيئه الارصاد الجويه انه يشهد اليوم الخميس طقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، لطيف لينا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم بيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. صراحة احنا بقى بعد يعني ارتفاع درجات الحرارة دي بعض الشيء، احنا بقى اللي محتاجين فرص سقوط الأمطار دي خاصة هنا في القاهرة عشان تلطف الجو شوية، لكن دي طبيعة يعني الأجواء بالنسبة لنا، الأجواء الربيعية هي جميلة وكل حاجة خاصة في الفترة اللي هي إيه العصرية الفترة المسائية، لكن الصبح بيكون حر شويتين، وخاصة بقى لما يكون في يعني رياح محملة بقى الرمال والأتربة زي ما احنا متعودين. لكن حتى الآن الخمسين يعني ربنا يجعلها بردا وسلاما علينا زي ما بنقول كده، فإن شاء الله ما يبقاش في رياح خمسينية على مدار الفترة اللي جاية لأنه في بعض التوقعات بهذا الأمر. لكن برضو عايزة أشير للسوشيال ميديا اللي هي بتهول قوي من كل حاجة. يعني احنا المفروض رصدنا معاكم يمكن من يوم السبت اللي فات واحنا بنرصد مع رجوع البرنامج مرة أخرى بعد توقف رمضان والعيد، رصدنا معاكم التغيرات المناخية ورصدنا معاكم الارتفاع في درجات الحرارة. تخيلوا ان السوشيال ميديا دلوقتي بتكتب انه درجات ارتفاع درجات الحرارة ممكن توصل ل50، ده السوشيال ميديا. الحقيقة احنا بنتكلم في 32 33، فعشان كده دايما بنقول يا جماعة ناخد الأخبار من مصادرها. عايز أقول لحضراتكم انه موجات الحر بتضرب العالم وبتضرب كمان العالم العربي. الأسبوع اللي فات رصدت معاكم مثلا موجة الحر اللي بتضرب العراق، والنهاردة مثلا بتكلم مثلا على جنوب شرق آسيا، بتكلم على آسيا بشكل عام. الهند بيحصل عندها تساقط للطيور والحيوانات الأليفة بسبب أنه في موجة من الحر الشديد أدى إلى جفاف وإجهاد عند هذه الحيوانات الضعيفة، وبالتالي ابتدوا بقى اللي هو إيه اللجان الخاصة برعاية حقوق الحيوان وكده ان هم يراعوا اللي بيحصل بقى من الطيور، وابتدوا يدوا لهم حتى تابلتس صغيره كده للطيور اللي هي بتتساقط بيرصدوها وبيحاولوا ان هم يعالجوا الموضوع ده بشكل كبير جدا. ده مش معناه ان موجه الحر دي هتوصل عندنا، لكن دي موجوده على مستوى العالم. في بعض الدول بيضربها موجه من الرياح، الرياح الخمسينيه، فان شاء الله يعني ايه الفتره اللي جايه تعدي على خير لان دي حاجه بتضرب العالم كله. تعالوا نشوف دلوقتي بيان تفصيلي بدرجات الحراره المتوقعه لليوم. Thank you.
مصر حاليا على فكره، يعني بما اننا بنتكلم على التغيرات المناخيه، بتستضيف المؤتمر الافريقي للمحيطات. يعني علوم المحيطات حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لابد العالم ان هو ينظر لها بنظره مغايره، لانه التقارير اللي جايه من المؤسسات العالميه الكبيره زي مثلا منظمه زي منظمه الفاو، واحنا دلوقتي بنقول العالم كله داخل وهو فعلا بيعيش ازمه غذاء، ده بسبب الكورونا اولا، وثانيا الازمه او الحرب الروسيه الاوكرانيه. فبما اننا بنتكلم على ده، فالفاو بيتكلم على ازمه غذاء، بيتكلم على ازمه بسبب الاسماك عند الناس حاليا. ليه؟ لانه الطريقه حتى الصيادين بيرموا بيها الشباك في البحار بتقضي على الاخضر واليابس زي ما بيقول. فهم قالوا انه ممكن يكون في هدر 35% من الاسماك لمجرد بس طريقه الصيد. فهنا فكره محو الاميه الثقافيه اللي ليها علاقه بقى بالمناخ وليها علاقه بالتلوث وليها علاقه بالممارسات الانسانيه اللي هي بتضر بكل حاجه ليها علاقه بالتوازن البيئي. وهنا بقى احنا بنتكلم على علوم البحار والمحيطات، وده في حد ذاته يا جماعه ده باب علمي لوحده، وفي بحور كتيره جدا. لما احنا نتكلم على مثلا انه بيتكلموا انه 35% من الاسماك فيها هدر، وانه الصندوق العالمي للطبيعه بيتكلم انه 92% من الاسماك اصلا اللي هم بيحاولوا يطلعوها من البحر عشان تروح للمائده للناس بيتم هدر جزء كبير جدا منها قبل ما توصل اصلا للطعام قدام الناس. فتخيلوا الهدر يا اما بيكون بسبب طريقه الصيد الجائر واللي هو بيتعامل بشكل سيء جدا مع المحيطات والانهار، وايضا على الناحيه الثانيه قالوا الفكر انه الانسان بيتعامل فكره ان هو يحفظ الطعام بشكل غير مناسب وغير ملائم.